اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما وعدنا حضراتكم قبل الفاصل هنتكلم عن التغيرات المناخيه، تاثيرها وكيفيه مواجهتها وكيفيه التعامل معاها. ده طبعا لانها اصبحت قضيه العالم الكبرى، وكل الازمات العالميه اما بتتاثر او بتؤثر في قضيه المناخ، وده اللي خلى ان هذه القضيه بتدرك للنقاش والطرح في كل المحافل الدوليه، كان اخرها قمه العشرين في نيودلهي. خلوني ارحب بضيوفي الاعزاء في الاستوديو، دكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخيه بالامم المتحده وعضو الهيئه الدوليه لتغير المناخ. اهلا بحضرتك. اهلا استاذه دينا. ومشرفنا في الاستوديو دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. خلوني ابدا مع دكتور سمير. يعني الامم المتحده كانت وصفت المرحله الحاليه لهذا العام بمرحله غليان العالم. احنا وصلنا لفين من التغيرات المناخيه؟ الحقيقه التغيرات المناخيه زي ما حضرتك اشرتي يعني اصبحت قضيه محل اهتمام من كل الاطياف. لغايه وقت قريب كانت التغيرات المناخيه ليست اولويه في بعض الدول، لكن دلوقتي تغير المناخ بيتصدر المشهد نظرا للمشاهدات اللي احنا بنشوفها على الارض. درجه حراره عاليه جدا او بروده عاليه جدا منخفضه جدا او اعاصير او عواصف، حتى النهارده يعني كمان الاعصار العاصفة بتاع دانيال ده دانيال كمان يعني وزلزال المغرب هنتكلم الأخير. عليه يعني بالتفصيل. خلينا نشرح بس في الاول ظاهره التغيرات المناخيه ببساطه للمشاهد الكريم. هي الظاهره يعني لو تصورنا ان حد قاعد في عربيه مثلا وقافل ازاز العربيه واشعه الشمس داخله من ازاز العربيه، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يحس باحترار نتيجه ان ازاز العربيه ده بيسمح بدخول اشعه الشمس ولا يسمح بخروجها مره اخرى. فلو تصورنا العربيه دي هي كوكب الارض والازاز ده هو الغلاف الجوي، فالغلاف الجوي فيه مجموعه من الغازات موجوده بشكل طبيعي من فتره طويله زي ثاني اكسيد الكربون والميثان واكسيد النيتروز، لكن نتيجه الثوره الصناعيه في بدايه القرن ال 18 ابتدت تركيزات هذه الغازات تزيد. الغازات دي ليها طبيعة انها بتمتص اشعة الشمس وتحتفظ بيها وتسخن الغلاف الجوي. لما بتسخن الغلاف الجوي تبتدي درجة الحرارة ترتفع. طيب تركيزات الغازات دي دلوقتي كام؟ طبقا لقياسات ناسا اخر قياس الشهر اللي فات 424 جزء في المليون. اذا وصلنا الى 450 جزء في المليون من تركيزات هذه الغازات نوصل لارتفاع درجة الحرارة، متوسطات درجة حرارة الغلاف الجوي الى درجتين، اللي هو الاساس العلمي اللي بني عليه اتفاق باريس للمناخ في 2015. وده منتظر نوصل للرقم ده حسبا للدراسات ممكن نوصله في خلال قد ايه؟ يعني حسب السيناريوهات المفروض لغايه 2030 العالم يتخذ اجراءات حاسمه وحازمه سريعة من اجل الحد من انبعاثات الغازات حتى لا نصل الى هذا الرقم، لان الوصول الى هذا الرقم الحقيقه طبقا للسيناريوهات سيؤدي الى اثار سلبيه غير قابله للرجوع، يعني أضرار لا يمكن تفاديها ولا يمكن التكيف معها، لأن المرونة المناخية للنظم الإحيائية لا تتحمل هذه الارتفاعات الكبيرة في درجات يعني الحرارة. كل الاحترار الحراري وارتفاع درجات الحرارة مش ممكن احنا نرجع فيه خطوات لورا، هنوصل لمراحل مش ممكن نرجع فيها لورا. إذا زادت التركيزات عن الحد المعين قد نصل إلى نقطة لا عودة، لكن حتى هذه اللحظة هناك أمل، هناك بارقة أمل أن العالم يتحد، يكون في إرادة سياسية من قادة العالم، ويعني بنشوف المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية آخرهم كوب 27 في شرم الشيخ وفي كوب 28 في الإمارات في نهاية هذا العام، والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بتحشد من اجل العمل على الحد من او تفادي هذه المشكله. هل المطلوب نزول درجه حراره الارض لدرجه ونص تقريبا؟ يجب، ده ما نص عليه اتفاق باريس، الحيلوله دون ارتفاع متوسطات درجه حراره الغلاف الجوي الى 1.5 درجه، هي المفروض 2 درجه، ويعني زياده الطموح انها لا تزيد عن 1.5 درجه، ده اللي العالم بيشتغل عليه. خليني اخد من كلام حضرتك اسال دكتور محمد، يعني ايه اكتر القطاعات اللي بتتاثر بالتغيرات المناخيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما ابدا انا بشكر حضرتك جدا وبشكر قناه الدي ام سي على حاجه مهمه قوي اسمها توطين ثقافه تغير المناخ في نفوس الناس. لفترات طويله جدا تم تسطيح هذه القضيه
واصبحت في اذهان الناس هو درجه حراره بكره كام. ده مش تغير مناخ، تغير مناخ او ثقافه المناخ اعمق بكثير من هذا الامر. ولعل الكلام اللي قاله الدكتور سمير دلوقتي والكلام اللي هنقوله ده مهم جدا، ان المواطن البسيط مش المثقف يعرف احنا رايحين فين، حتى يقدر يربط بمنطقه بعيد تماما عن ان حد يقول له هو الاجراءات والمشروعات اللي البلد بتعملها في هذا الاطار، هل الدوله المصريه تسير وفق فهم ما يحدث بسبب المناخ ولا لا؟ فده كله مهم جدا. فانا بشكركم كمان مره ثانيه. طبعا القطاعات المتاثره وبشده بتغير المناخ هي القطاعات المعرضه للمناخ. لو جينا نبص على القطاعات الاقتصاديه في اي دوله هنلاقي قطاع الصناعه، قطاع التجاره، السياحه الى اخره، قطاع الزراعه. وقطاع الزراعه هنا يمثل ما يسمى بالامن الغذائي. وده ملف مهم جدا في ظل او في خضم الازمات اللي عدت على الكره الارضيه وعلى العالم خلال السنوات القليله الماضيه. العالم عرف كويس جدا قيمه ملف الامن الغذائي لدرجه ان ربطوا بالامن الاقليمي والامن القومي للدول. لان الامن الغذائي اصبح ان الغذاء سلعه سياسيه. طب الغذاء ده بتاع الاكل والشرب، ماله ومال السياسه؟ لا، الدول المنتجه للغذاء استخدمت هذا الغذاء كسلاح استراتيجي، يعني تفعل به كما تشاء وتحدد رؤيتها وتوجهها السياسي على حسب هذا الامر. فاذا قطاع الزراعه هو القطاع المعني بتغير المناخ في مصر قولا واحدا. انا مش هتكلم على القطاعات الثانيه مهمه، ولكن انا مصر دوله غير مؤثره في ظاهره تغير المناخ. انا كل انبعاثاتي، دكتور سمير لسه يعني منتهي من الانفنتوري من حصر غازات الاحتباس الحراري، وعارف ان مصر كلها على بعضها ما بين 5 ل 6% في مساهمات الدول. الصين 30%، الولايات المتحده 15%، افريقيا كلها بتؤثر بنسبه من 3 ل 4%. من 3 ل 4%. وبمناسبه موضوع الانفنتوري، انا بان الدكتور سمير بس على انه تم انتخابه ممثل لقاره افريقيا في الهيئه الحكوميه المعنيه بتغير المناخ فيما يخص موضوع حصر لغازات الاحتباس الحراري. امين لحضرتك يا دكتور. شكرا يا فندم. فديت قطاع الزراعه القطاع المتاثر. ليه؟ لان النباتات الموجوده معرضه 24 ساعه للمناخ. فاي تغير في هذا النمط في انماط المناخ حتى على مستوى الطقس لا محاله هتاثر على هذا القطاع. في ناس ممكن تسال زي ما بنشوف في افلام كتير اجنبيه، هل في مرحله ما ممكن نلاقي محاصيل ما بقتش موجوده مش ممكن نزرعها؟ وده اللي حصل فعليا. هل احنا نسينا السنه اللي فاتت لما حصل ارتفاعات كبيره في اسعار البن بالتحديد البن والشاي، حتى الناس تساءلت طب الحمد لله اللي جاء لغايه دلوقتي في محصول اقدر اقول مش استراتيجي قوي. احيانا خلي بالك بلدان كثيره زي البرازيل والارجنتين وزي الولايات المتحده لثالث سنه في موجات جفاف كبيره، واستراليا، فبتؤثر على انتاج محاصيل استراتيجيه مهمه زي الحبوب. ومتوقع ان يحدث ارتفاعات في اسعار هذه المحاصيل خلال الفترات القادمه. وبالتالي عشان كده بقول ان مش بس الدول على مستوى القرار السياسي انها تبقى فاهمه يعني تغير المناخ، حتى المواطن البسيط، لان عليه دور بالمناسبه. يعني حتى لو هو اجراءاته بسيطه وظن انها لا تؤثر، لا، المواطن البسيط له دور كبير جدا في هذه القضيه. فنرجع تاني لقطاع الزراعه. قطاع الزراعه من القطاعات المتاثره وبشده باي تغير في المناخ، وبالتالي كانت الدوله لها رؤيه مبكره والحمد لله في صوره اجراءات ومشروعات استباقيه. واقدر اقول لحضرتك وبمنتهى الثقه ان لاول مره تتعامل الدوله المصريه بهذه الحرفيه مع قضيه تغير المناخ، وعلى مستوى مشروعات قوميه تكلفت مئات المليارات. يعني الدوله لما قالت ان انا هعمل مشروعات اقامه محطات معالجه مياه الصرف الزراعي، محطه المحسمه ثم محطه بحر البقر ثم محطه الحمام، الان باجمالي حوالي 10 مليون متر مكعب يوم، 10 مليون طن ميه كمصدر غير تقليدي للمياه. الدوله ما عملتش كده واستقطعت كل هذه المليارات الا لان فاهمه كويس جدا ان مورد المياه سوف يكون في مشكله كبيره بسبب تغير المناخ، تغير المناخ فقط. ازمه العالم المقبله هتكون ازمه غذاء وازمه ماء. فده اجراء استباقي. الاجراءات الاستباقيه للتغير المناخي هي الاجراءات الوحيده اللي تقدر تحد من هذه الظاهره. ما ينفعش يحصل كارثه زي ما حصل دلوقتي في ليبيا. لما حصل هذا الاعصار اللي تخطى البحر المتوسط في توقيت غريب جدا وفي شكل غريب جدا لتغير المناخ، محدش كان يتوقع. حتى قراءات النماذج ما جابتش. في شمال افريقيا قراءات النماذج المتقدمه ما جابتش ان اعصار موجود مكانه في جنوب اوروبا في اليونان سينتقل عبر البحر المتوسط ويتحول الى عاصفه مداريه. طب انا مش في منطقه مداريه اصلا. ثم يحدث هذه الكم الكبير من السيول والفيضانات وادت الى ما ادت في ليبيا. حتى انتقاله شرقا ناحيه مصر والحمد لله ده فضل من ربنا، حصل له ضعف كبير جدا واضمحل جزء كبير من قوته. فكان تاثيره التاثيرات اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي مجرد شويه امطار، مجرد
اتجاهات السرعات للرياح، الحاجات دي كلها. طب الكلام ده بيقول ايه؟ ما هو المتوقع في المستقبل القريب؟ انا ما بقولش على 2050 او 2075، انا بتكلم على سنوات قليله، سنوات قليله ممكن تغير مناخ يكون بمستويات اعلى بكثير من هذا الامر، وفي اماكن غريبه جدا ان يتواجد هذا الامر. فعشان كده اجراءات الدوله الاستباقيه لكل هذه المشروعات القوميه هي مرتبطه ارتباط وثيق بما يحدث لتغير المناخ. طب خليني استكمل كلام حضرتك مع دكتور سمير، وكنا اتكلمنا قبل الحلقه انه كل المبادرات الرئاسيه والمشروعات القوميه اللي بتتعمل في مصر مرتبطه ارتباط وثيق بالتغيرات المناخيه وقضيه المناخ. حضرتك ممكن توضح لها بشكل بسيط ازاي ده ممكن يكون، ومنها زي ما قلنا مثال الطرق والكباري. الحقيقه المشروعات القوميه اللي قامت بها الدوله المصريه خلال يمكن ال10 سنوات الماضيه، الهدف الاساسي منها في الاساس هو هدف تنموي، لكن لها ابعاد بيئيه. احنا كمتخصصين في مجال تغير المناخ بنشوف ان كل مشروع من هذه المشروعات بيحقق فوائد بيئيه من منظور التغيرات المناخيه. إذا أخذنا على سبيل المثال شبكة الطرق، شبكة الطرق بتقلل عدد ساعات السفر. وعدد ساعات السفر ده معناها إن أنا في عربيتي بحرق كمية وقود أقل. حرق كمية وقود أقل معناها انبعاث أقل من غازات الاحتباس الحراري. نفس الكلام لباقي المشروعات، مشروعات زي قناة السويس الجديدة، زي مشروع الصوب الزراعية، زي مشروعات المدن الجديدة، حتى المدن الذكية اللي هي بتستعمل أحدث نظم الإضاءة، بتستعمل نظم التسخين التي تعتمد على الطاقة الشمسية. كل هذه الإجراءات والتكنولوجيات المستخدمة بتؤدي إلى الحد من استهلاك الطاقة، والحد من استهلاك الطاقة بنترجمه حد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. طبعا إحنا زي ما الدكتور محمد قال، إحنا كمصر يعني على مستوى مقارنة بانبعاثات العالم انبعاثات محدودة، لكن الآثار السلبية الواقعة علينا كدولة نامية وجزء من قارة أفريقيا هي آثار سلبية كبيرة. علشان كده احنا بنولي ملف التكيف مع التغيرات المناخية. التكيف دي معناها ايه؟ معناها لما تحصل مشكلة ازاي يحصل تأقلم او تكيف معاها. حاجة اسمها المرونة، يعني النظام الإحيائي له نطاق معين من تحمل التغيرات في الجو، سواء حرارة أو رطوبة أو أيا كان. هذا النطاق إذا النظام الإحيائي تخطى هذا النطاق خرج من حد المرونة، حصل مشاكل لا يمكن العودة إليها زي ما أشرنا في بداية الحديث. لذلك طيب أستاذ حضرتك، نطلع بره تغيرات المناخية وهذه القضية اللي هنرجع لها بالتأكيد تاني، ونقرأ الخبر اللي ورد لينا عن استكمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعاتها التشاورية مع أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية، وده طبعا للنهوض بهذه الصناعة. عشان نعرف أكتر عن اجتماع النهاردة وما دار به، معانا دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني بيمثل إيه هذا الاجتماع، وإيه أهم الموضوعات اللي طرحت فيه للنقاش والعرض؟ خليني الأول أتقدم بالشكر طبعا للشركة المتحدة على رعايتها لهذا الاجتماع، لأنه الحقيقة اجتماع في منتهى الأهمية بين النقابات الفنية وبين اتحاد المنتجين. وكان الغرض من هذه الاجتماعات، وهي لسه في اجتماعات قادمة إن شاء الله، لكن احنا عملنا اجتماعين وأنا شايف إن المؤشرات إيجابية جدا، وكله نحو النهوض بالمهنة والمحافظة على الرياضة المصرية وحل مشاكل العاملين في القطاعات المختلفة. واحنا ماشيين في خطوات ايجابيه شديده جدا وسريعه جدا، وخرجنا النهارده بنتائج كويسه جدا جدا يعني. فالمؤشرات كلها يعني تسير في الطريق السليم باذن الله، وكله من اجل الحفاظ على الرياضه المصريه وعلى الفن المصري والمبدعين المصريين. طيب ايه النقاط اللي خرج بيها اجتماع النهارده؟ خليني مش هقدر اعلن النقاط لما ننتهي خالص من كل الاجتماعات، ولكن احنا حاطين على مائده الحوار كل المشاكل اللي بتعاني منها الصناعه. احنا مش بنعالج علاج مؤقت او بندي بنج موضعي، احنا بنعمل دستور جديد لهذه المهنه، لان مهنتنا مهنه مهمه، واحنا طول عمرنا النهارده 60 سنه دراما، فطول عمرنا نحتفظ بهذه الرياضه ومصر هي جنود الشعب. لذلك احنا حطينا كل المعوقات او كل المشاكل اللي بتعوق هذه المهنه، او الحاجات اللي ممكن تخدم صناع هذه المهنه
وبدأنا نحط تصور لرؤية جديدة ورؤية مستقبلية بمعايير مختلفة ومعايير إيجابية لصناع الدراما في مصر. بما أن حضرتك طبعا نقيب المهن التمثيلية، إيه أبرز المعوقات اللي بتقابل صناع هذه المهنة وبتأملوا أن هو يتم حلها والتوصل لحلول ليها؟ إحنا دائما بنتكلم على المضمون، يعني مضمون الصناعة وإزاي نقدم مواضيع تليق بمصر وإزاي نقدم أعمال فنية تليق بمصر، خاصة إن إحنا بنملك كل المقومات. إحنا عندنا أحسن مؤلفين وعندنا أحسن ممثلين، أحسن مخرجين، أحسن مصورين إلى آخره. فبالتالي إحنا مش ناقصنا حاجة غير إن كل العناصر دي تتضافر من أجل النهوض بهذه الصناعة. فعشان كده إحنا بنسمع كل طرف وبنسمع كل الناس ونشوف المشاكل هنا إيه، المشاكل هنا إيه. والحقيقة يعني اتحاد المنتجين مستجيب جدا جدا جدا، واحنا كمان برضو مستجيبين من ناحيتنا، والشركة المتحدة قالت والله ما سوف تتفق عليه أنا بعتمده. فإحنا نسير في طرق وخطوات إيجابية بشدة يعني. طب حضرتك قلت كمان إن الاجتماعات دي مستمرة، لإمتى هتكون مستمرة وفي اجتماعات قد إيه للمتابعة هذه الموضوع؟ إن شاء الله يمكن على الأسبوع القادم ننتهي من كافة الاجتماعات بقى عشان نبتدي نخش في آليات التنفيذ. واحنا عملنا اجتماعين ويمكن في انتظارنا اجتماعين كمان، ونبتدي نخش بقى في حيز التنفيذ باذن الله. بشكرك دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه، وباخد معايا تليفون مع المنتج طارق الجنايني. برحب بحضرتك معانا يا فندم. فقدنا التواصل على ما يبدو مع المنتج طارق الجنايني. معانا الاستاذ ريمون مقار المنتج. ارحب بحضرتك معانا يا فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ انا مساء الخير، اهلا بيك. كاتحاد منتجين شفتوا ازاي الاجتماع بتاع النهارده وايه النقاط اللي بتأملوا انه يخرج بيها؟ اجتماع النهارده احنا قعدنا واتكلمنا في مواضيع، ده مش اول اجتماع، ده تاني اجتماع مع نقيب المهن الاجتماعيه ومع نقيب المهن التمثيليه بالدكتور اشرف زكي والاستاذ مصعب فوده. وكان الصراحه الدنيا ماشيه كويس جدا، في حاجات كثيره جدا اتطرحت ايجابيه جدا من الطرفين، لان احنا في الاول وفي الاخر مصلحتنا الاساسيه هي ان الصناعه تكمل. ما يحصلش بندور ازاي نطور، بنتكلم ازاي الدنيا تمشي احسن والدنيا تبقى في تطور. ما هيش مسألة فيها نقط خلافية قد ما هي فيها نقط إيجابية قاصدين طول الوقت إن احنا نمشي بيها لقدام، يعني الخطوات تبقى لقدام، ما يحصلش أي خلاف، وفي إيجابية كبيرة جدا في الاجتماعات يعني. طيب كمنتج واتحاد منتجين، إيه أبرز المعوقات اللي ممكن يتم عرضها خلال هذه الاجتماعات وإيه اللي خرج بيه؟ بصي، هي للاسف هي مش معوقات، هي الموضوع بمنتهى البساطه وجهات نظر، وجهات النظر دي احنا بنحاول نقرب وجهات النظر لمصلحه الصناعه. الشركه المتحده بعت يعني عملت رعايه للحوار ده، لو اعتبرنا ان هو حوار ايجابي بشكل كبير جدا بيوصل لنسب عاليه جدا. اعتقد ان دور الشركه المتحده فيه كبير جدا جدا، يعني ده مش من باب المجامله، دي حقيقه. هي المنوطه دلوقتي باستمراريه الصناعه وانها تبقى اجتماعات ايجابيه ونقرب وجهات النظر. يعني في طلبات مشروعه جدا 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 الاتحاد ما عندوش اختلاف عليها، في نقط ثانيه بنحاول نوصل فيها لحلول، وانا شايف ان الموضوع ماشي بشكل ايجابي جدا. مفيش يعني لغايه دلوقتي مفيش حاجه تقلق يعني. في اقتراحات تانية هيتم تقديمها خلال الاجتماعات المنتظره او المرتقبه؟ هو دلوقتي اوريدي اللجنه اللي اتشكلت من اتحاد المنتجين شغالين على اقتراحات. الاقتراحات كمان مش تخص بس العمليه الانتاجيه قد ما هي كمان الشركه المتحده حابه ان يبقى في رؤى لتطوير المحتوى كمان. يعني وده بيتم من خلال الاجتماعات اكيد. يعني مثلا من الاقتراحات ان السيناريو يبقى كامل كله ال 30 حلقه قبل ما ندخل علشان نضمن كواليتي العمل، الادوار تبقى واضحه من البدايه. فالموضوع بالنسبه لنا
كل النقط اللي مطروحه على الترابيزه مفيده للاستمراريه يعني. بشكرك الأستاذ ريمون مقار المنتج، شكرا لك. طيب هنطلع لفاصل قصير ومن بعده نستكمل باقي حلقة النهاردة. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه بنتكلم عن الخبر المتعلق باجتماعات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه التشاوريه مع اعضاء اتحاد المنتجين ونقابه المهن التمثيليه ونقابه المهن السينمائيه للنهوض بهذه الصناعات. معنا من جديد على التليفون الاستاذ طارق الجنايني المنتج. برحب بحضرتك معنا يا استاذ طارق. اهلا بحضرتك يا فندم. قراءة لحضرتك لأهم الموضوعات والمشكلات والمطالب اللي طرحت في الاجتماعات حتى الآن. والله زي ما حضرتك قلتي، احنا يعني الشركة المتحدة بنحب نشكرها جدا، بس ان هي راعي معانا للموضوع ده. الشركة المتحدة موجودة في السوق بقوة جدا، وكانت شايفة المكتسبات اللي تمت في يعني في سوق الدراما المصري في الفترة اللي فاتت، وكان من أهميتها قوي إن احنا نحافظ على المكتسبات دي. طبعا لما ابتدينا نتكلم الكلام بيجيب بعضه، إنه علشان نحافظ على المكتسبات دي يبقى لازم نبتدي نشوف إيه المشاكل اللي موجودة عشان نقدر إن احنا نعالجها. فإحنا النهاردة قعدنا للمرة الثانية كلجنة يعني مصغرة ممثلة للاتحاد المنتجين مع سيادة نقيب دكتور أشرف زكي وأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائي، والكلام كله في نفس الإطار، إن إحنا في مركب واحدة، إن إحنا في الآخر الصناعة دي صناعة مهمة جدا جدا للبلد بالصور كتيرة قوي. صناعة طول عمر مصر هي الرائد اللي فيها، وهي الليدر اللي بيحرك الأمور دي لقدام. والحمد لله خلال السنين اللي فاتت الصناعة دي بتتطور بشكل كبير، بشكل ممكن دلوقتي الواحد يبقى بيقدر ان هو ينافس اعمال عمليه عالميه، لان الكواليتي اللي عندنا ما تقلش. طيب التطور السريع ده اكيد يعني بيخلق المزيد من الطلبات والمزيد من المشكلات اللي محتاجه حلول. ازاي الاجتماعات ادت الى يعني لو نقدر نقول تقريب لوجهات النظر بين كل الاطراف؟ عايز اقول لحضرتك، هو احنا من اول لما ابتدينا نقعد الاول كمنتجين مع بعض، لقينا ان كلنا كمنتجين شايفين صورة واحدة، كلنا شايفين المميزات اللي موجودة ايه وشايفين المشاكل ايه ومتفقين على حلولها. لما قعدنا مع استاذ مسعد فودة ودكتور اشرف زكي، لقينا ان هم كمان شايفين اللي احنا شايفينه، والحاجات اللي موجودة اللي هي ممكن تبان انها اختلافات في المطالب، فهي في الاخر رقم واحد مش اختلافات، هي ممكن يبقى ابروتش مختلف لنفس المشكله، وفي الاخر هي اللي بنتكلم عليه كله. محدش بيتكلم لمصلحته الشخصيه، محدش بيتكلم في طلبات فئويه، ما احنا بنتكلم في طلبات او مقترحات واضحه وصريحه المفروض انها تؤدي ل يعني بيتر مستقبل للصناعة. ان الصناعة دي صناعة مهمة جدا جدا جدا، وكلنا عايزين نحافظ عليها. طيب زي ما قلنا ده تاني اجتماع، ولسه هيكون في اجتماعات في الفترة القادمة في نفس الموضوع. حضرتك شايف ازاي من خلال متابعتك للاجتماعين اللي تموا بالفعل ممكن نخرج بايه في نهاية الاجتماعات يفيد طبعا الصناعة؟ احنا طبعا حضرتك احنا في سوق قائم على العرض والطلب، وده شيء عمره ما هيتغير. انما احنا لازم كلنا لما بنيجي نبص على اللي حاصل في السوق ده، زي اي سوق موجود، زي سوق العقارات، زي سوق الاغذيه، زي سوق لازم ان احنا كلنا نبقى شايفين المشاكل واللي موجوده ايه، ونقدر ان احنا نحلها ازاي. طول ما احنا كلنا بنفكر ان احنا كيان واحد في مركب واحده، وعايزين ان احنا نتخطى الأزمة الاقتصادية العالمية اللي موجودة في العالم كله، مش عندنا احنا بس، وان احنا مش عايزين واحنا بنتخطى ده ان احنا بأي صورة ننزل بمستوى المحتوى اللي انا شايف ان هو
بيعلى جامد جدا في السنين اللي فاتت دي، طول ما احنا بنفكر بنفس الطريقه وبنفس التوجه، انا شايف ان ان شاء الله باذن الله الامور دي هتبقى مثمره جدا ان شاء الله. احنا طول عمرنا رواد في هذه الصناعه في المنطقه كلها يا فندم، كلنا طول عمرنا رواد في هذه الصناعه في المنطقه، وهنفضل باذن الله، لان احنا عندنا النو هاو، يعني عندنا الحته اللي مع كل احترامي طبعا 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 في اشقاء لينا كتير شغالين شغل ممتاز، وبقى في دول بتعمل اعمال على مستوى عالي جدا جدا جدا، ودي حاجه بنحترمها وبنحبها، لان فكره التنافسيه على فكره انت لو مش حاسه بتنافس ما بتحاوليش انك تحسني من ادائك. فطول ما حته التنافس دي موجوده، طول ما احنا بالعكس بنحبها وبنبقى عايزين ان احنا نعمل اكتر ونعمل احسن، وده اللي انا متاكد ان ده عمره ما هيتغير في مصر ابدا. يعني أكيد يعني احنا حقيقي طيب. والله مش علشان مصريين او كده، بس احنا فعلا عندنا ناس قائمه على الصناعه دي، من مخرجين، من مؤلفين، من مديرين تصوير، من مهندسين صوت، من ازياء، من مونترين، من مؤلفين موسيقى، بجد على مستوى عالمي. احنا يمكن من الناس اللي الحمد لله كان حظنا كويس ان احنا عملنا اعمال ماخوذه عن حاجات من بره، لما الاجانب كانوا بيشوفوا الكواليتي اللي احنا مطلعينها مش مصدقين ان الكواليتي دي طالعه من هنا. فدي حاجه باذن الله أكيد. هنحافظ عليها، بل هنطورها اكتر من كده بكتير. انا بشكرك المنتج طارق الجنايني، شكرا لك. خلوني نرجع تاني لملف التغيرات المناخية وتأثيرها وكيفية مواجهتها في مصر وفي العالم مع ضيوفنا المنورينا في الاستوديو. هرجع تاني للدكتور سمير طنطاوي. يعني لو بنتكلم عن قادة العشرين أو قمة قادة العشرين في نيودلهي، كان من ضمن التوصيات الرئيسية ليها هو يعني دعم الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات، وده هدف يعني بيرجو الوصول ليه في 2030. العالم كله فين من يعني ملف الطاقة المتجددة؟ هل حققنا فيه أي يعني تقدم ملحوظ يساعد على التحديات المناخية السريعة والمتطرفة اللي بنشوفها؟ الحقيقة نتيجة التغيرات المناخية والظواهر الجامحة والمشاهدات اللي احنا بنشوفها، ابتدى العالم فعليا خلال 10 سنين اللي فاتوا يتجه نحو التخارج المحدود من الطاقة، استخدام الطاقة الحفرية او الوقود الحفري، والاهتمام بالطاقات المتجددة اللي هي طاقة الرياح وطاقة الشمس والطاقة الحيوية وطاقة بطن الارض. فالحقيقة الوكالة الدولية للطاقة عامله جهد كويس في هذا الموضوع، وحط سيناريو للعالم لوصول الحياد الكربوني بحلول سنة 2050 إذا ما تم اتخاذ خطوات واتباع استخدام تكنولوجيات محددة، معظمها تكنولوجيات متجددة أو استخدام وقود جديد زي وقود الهيدروجيني مثلا. الحقيقة أيضا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتبذل جهد في هذا الأمر فيما يخص دعم المشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة. على المستوى الوطني احنا الحمد لله في مصر عندنا يعني بوتنشال، يعني عندنا قدرات كويسة جدا في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وعندنا قدرات خاصة بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت وخليج السويس والزعفرانة بمعدلات رياح حوالي 10 متر ثانية مستمرة طول العام. فعندنا واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، محطة بنبان في أسوان. عندنا مشروعات خاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة وتوليد الطاقة الحيوية من المخلفات، خاصة المخلفات الزراعية. فالحقيقة الدولة المصرية عاملة جهد جيد جدا في الطاقات المتجددة، وأيضا تحسين كفاءة الطاقة. لتحسين كفاءة الطاقة الحقيقة أنا شايف أنه هو المفتاح السحري لحل مشكلة التغيرات المناخية. تحسين كفاءة الطاقة. تحسين كفاءة الطاقة هو بمسمى آخر ترشيد استهلاك الطاقة. زي ما الدولة المصرية اتخذت إجراءات من فترة ليست بالبعيدة باستبدال نظم الإنارة مثلا باستخدام لمبات الليد. لمبة الليد دي بتستهلك مثلا يعني حوالي 15% من الطاقة الكهربائية اللي تستهلكها اللمبة العادية، وبتدي نفس درجة الإنارة. لما يتم تغيير نظم الإنارة على معدلات كبيرة ومساحات كبيرة على مستوى مصر وعلى مستوى العالم،
ده بيؤدي الى خفض معنوي في استهلاك الطاقه، وبالتالي بيؤدي الى خفض غازات الاحتباس الحراري. ممكن الناس كمان تستخدمها في بيوتها بديل الطرق الاناره العاديه زي ما بنستخدمها في المشروعات القوميه. طيب خلوني اروح لدكتور محمد، يعني واحنا بنتكلم عن الوضع الداخلي في مصر تحديدا وازاي تاثرنا بالتغيرات المناخيه، قد ايه التغيرات المناخيه في مصر اثرت على الامن الغذائي في مصر؟ قبل ما اتكلم على موضوع الامن الغذائي استكمالا لكلام الدكتور سمير في موضوع الطاقه الجديده، الدوله المصريه تعهدت ان يكون هناك 42% من مصادر الطاقه طاقه نظيفه بحلول 2030، وده كتب فعليا في تقرير الان دي سي او تقرير المساهمات المحدده وطنيا، وده تعهد، والدول المتقدمه تبتدي تساعد جامد جدا الدوله المصريه على الوصول لهذا التعهد، لان بدون تمويل بالمناسبه يعني العمل المناخي في كل الدول وبالذات الدول الناميه هيكون يعني بطيء جدا. فموضوع التمويل ده مهم جدا، ولو في وقت يعني ان شاء الله ممكن نتكلم على التمويل المستدام. نتكلم على ملف الامن الغذائي حضرتك ما قلتي. هو في سؤال بس منطقي جدا وبسيط المواطن البسيط اللي بيساله، هو انتوا بتتكلموا على التغيرات المناخيه، طب ايه هي مظاهر التغيرات المناخيه في مصر؟ انا لا شايف سيول، طبعا الحمد لله طبعا، يعني لا شايف سيول ولا فيضانات ولا حرائق غابات ولا عواصف باي درجه من الدرجات. امال ايه مشكلتنا مع تغير المناخ في مصر؟ انا هتكلم عن المشكله اللي بتمس الزراعه فيما يخص تغير المناخ. تغير المناخ في مصر يصنف على انه تغيرات مناخيه صامته. يعني ايه صامته؟ يعني احيانا بشوف تاثيرها وما اشوفش مظهرها. في بعض السنوات يعني 21 و19 فوجئنا ان كتير من ثمار المانجو في كتير من المناطق تساقطت في مراحلها الاولى، وما جينا نراجع بيانات المناخ اللي متقاسه ما لقيناش في يعني مظاهر عنيفه من تغير المناخ، ما كانش في عواصف كبيره ولا امطار ولا اي من هذه المظاهر، ولكن اللي موجود في مصر هو ما يسمى بالتذبذبات الحراريه. يعني ما كانش حد يصدق في مصر ابدا غير المظاهر الاخيره دي ان يمتد فصل الشتاء حتى شهر مايو في سنة 19 وسنة 21، درجة الحرارة الدنيا في أول مايو لغاية 10 مايو كانت 9 و10 درجات. ده شكل غريب جدا على مناخ مصر. أحيانا بتتآكل الفصول الانتقالية، فصل الخريف وفصل الربيع هي فصول انتقالية عشان تنقل الأجواء يا إما من الصيف الحار للشتاء البارد بالتدريج اللي هو الخريف، أو العكس اللي هو الربيع. فبنجد أحيانا إن فصل الخريف الصيف بيحصل تآكل، كلنا ملاحظينه فعلا، ويمتد. وده متوقع السنه دي بالمناسبه بسبب ظاهره النينو، ودي احد الظواهر المناخيه، ملهاش علاقه بموضوع تغير المناخ ولكنها ظاهره مهمه جدا في هذا الاطار، وهي على فكره اللي سببت العاصفه المداريه شبه المداريه اللي اسمها دانيال اللي عملت لنا مشكله. دي ظاهره النينو امتدادها اللي بدات من يونيو الماضي وتستمر حتى يعني وده متوقع ان يكون شتاء دافئ. اللي انا بقوله ده كله ليه تاثيرات على الزراعه، شتاء دافئ، صيف مبكر او صيف متاخر، كل ده ليه تاثيرات. ليه؟ لان في الاخر انا بزرع في مصر على 3 عروات متتاليه، انا بستخدم كل الوقت من السنه، كل عروه لها بدايه ولها نهايه، وكانت مرتبطه حتى بالاشهر القبطيه القديمه، شهر امشير وشهر طوبه. انا دلوقتي بالمناسبه النهارده واحد توت. واحد توت هو بدايه السنه الزراعيه الجديده، بدايه السنه المصريه القبطيه، عشان كده بقول لكل اهالينا المزارعين كل سنه وهم بالف خير وسلام، وان شاء الله تكون سنه خير وسنه نماء ليهم. وكان طبعا عيد الفلاح كان يوم 9 اول امبارح، فطبعا ان شاء الله يكون دائما وابدا ايام الفلاحين كلها اعياد في مصر ان شاء الله. كمان مره ملف الامن الغذائي هو الملف الحساس جدا، عشان كده الدوله استهدفت هذا الملف بقوه وجعلت كل المشروعات القوميه مشروعات تكيفيه مع المناخ. خلي بالك احنا بنتكلم من دلوقتي كل تقاول قمح اللي هتزرع الموسم اللي جاي ان شاء الله في حدود 3.5 مليون فدان او اكثر، تقاوي معتمده، ولاول مره في تاريخ الزراعه في مصر ان يتم زراعه كل القمح في مصر بتقاوي معتمده. يعني تقاوي معتمده يعني تقاوي كسر وزاره الزراعه وليست كسر البيت اللي المزارع بيحطها فوق السطح في اي حته. دي بتزود 2 أرداب للفدان او 3 أرداب. لو اضرب في 3 مليون ولا 3.5 مليون انا بتكلم على 6 مليون 7 مليون ارداب، مليون طن زياده بهذا الامر. هل الوصول لهذا المستوى كان مجاني ولا الدولة دفعت فيه مليارات عشان تصل أن يكون هناك كل تقاوي القمح؟ طبعا في إجراءات كتيرة جدا في الزراعة كلها قامت بها الدولة، زي ما قلت لحضرتك إحنا ما بنقولش كلام
بدون دلائل. الدولة المصرية تعاملت مع ملف التغيرات المناخية بطريقة احترافية، ولولا فضل ربنا أولا وأخيرا ولولا الكلام اللي الدكتور سمير قاله لكان هناك مشكلة كبيرة جدا في ملف الأمن الغذائي. لولا إضافة مش بس احترافية لكن هي استباقية، ما احترافية ما ممكن استباقية بس ما تكونش احترافية قوي. لا احترافية بمعنى ان الدولة بتاخد الكوست اوف اكشن زي ما قلت لحضرتك، محطات المعالجة العملاقة، اضافة مئات الملايين من الافدنة في صحراء كانت امام اعين الكل على مدار عشرات السنين وضيعنا فيها فرص. أنا بشكرك دكتور محمد فهيم وكيل رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، شكرا لحضرتك. وعذرا للمقاطعة وقت انتهى، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، شكرا لحضرتك.